مساءكم سعيد مشاهدينا، نشرت الأخبار الرئيسية مباشرة من القناة الأولى بالرباط البداية كالعادة بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 20 عاما من العمل المتواصل لحماية السواحل والمحيطات بالمغرب، وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات تعبئة وطنية على مدى أسبوع لتربية الناشئة على حماية البيئة البحرية والمساهمة في استدامة النظم البيئية والإيكولوجية. أياما قليلة على عيد الأضحى المبارك، حركية في أسواق بيع الأضاحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسلالة السرد من السلالات التي يزداد الإقبال عليها لخصوصيتها المتعددة. السمعة الإلكترونية للصناعة التقليدية المغربية تتكرس يوما بعد يوم في الأسواق العالمية. عدسة الأولى من مراكش تقربنا من تجارب عملية لتطوير جاذبية وسمعة منتوجات الصناعة التقليدية في الأسواق الإلكترونية العالمية. تتويج مغربي جديد في المرحلة ما قبل الأخيرة لطواف المغرب للدراجات 2024، الرابطة بين مكناس والرباط من توقيع الدراج أنور رحمو. الفرنسي زوكاريلي ينتزع القميص الأصفر، والمرحلة العاشرة الأخيرة تربط غدا الأحد مدينتي الرباط والدار البيضاء. الثامن من يونيو هو اليوم العالمي للمحيطات، الرئة الزرقاء لكوكب الأرض. الاحتفاء به هو فرصة مناسبة لتجديد جهودنا وتكثيفها لحماية المحيطات. عن هذا الجانب وعن غيره تخبرنا الزميلة هدى مسهل من خلال الفقرة البيئية الأسبوعية. مساء الخير هدى. مساء النور مريم، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. بالفعل كما ذكرتي نخصص هذه الوقفة البيئية اليوم لليوم العالمي للمحيطات. المحيطات كمصدر للغذاء والدواء ومفتاح الاقتصاد، وأدوارها الحيوية يعني مهمة لتسليط الضوء عليها، وخاصة أمام التحديات التي تواجهها. وسنسلط الضوء أيضا على أسبوع المحيط الذي تنظمه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بهذه المناسبة. تابعي معنا مريم. إذن اليوم العالمي للمحيطات محطة للتذكير بالأدوار الحيوية التي تلعبها هذه المسطحات المائية الهائلة بالنسبة لكوكب الأرض، بالنسبة للإنسان والتنوع البيولوجي والإيكولوجي. محطة أيضا للتوعية والتحسيس بالمخاطر التي تهدد المحيط، والتي تعد أغلبها تهديدات مرتبطة بالأنشطة البشرية، إذ أصبحت تتعرض لتغيرات مستمرة تؤدي إلى ارتفاع حموضتها بسبب امتصاصها لكميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الغلاف الجوي. كما أن المخلفات البلاستيكية تهدد البيئة البحرية باستمرار، ما يؤدي إلى نفوق الكائنات البحرية، حيث تقتل النفايات البلاستيكية ما يصل إلى 1,000,000 طائر بحري ومئة ألف من الأسماك والسلاحف سنويا. أرقام مخيفة تتطلب تكثيف التعبئة العالمية من أجل المحيط. وحماية المحيطات والمحافظة على البيئة البحرية توجه يكتسي أهمية كبرى في برامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأمير لالة حسنة. أسبوع المحيط واحد من هذه البرامج، محطة جاءت بمجموعة من الفعاليات والأنشطة التي انطلقت في الثالث من الشهر الجاري واستمرت إلى غاية اليوم، وصبت في مجملها في مجال التحسيس والتوعية والتعريف بأهمية المحيط، مستهدفة جميع الفئات مع التركيز على إشراك الشباب والأطفال الذي تراهن عليه المؤسسة لحمل مشعل تغيير السلوك البيئي، انطلاقا من التزامها بمستقبل مستدام تكون فيه المحيطات مصدرا حيويا للفرص الاقتصادية والبيئية. هذا العمل الذي تنخرط فيه المؤسسة منذ أزيد من عقدين من الزمن عبر تعبئة متواصلة وعمل ميداني قوي. نتابع هذا التقرير مع لطيفة بن حليمة. المحيطات الرئة الزرقاء لكوكب الأرض، تتعرض في جميع أنحاء العالم لتهديدات متزايدة، منها على الخصوص التلوث البلاستيكي والصيد المفرط والتغيرات المناخية.
اليوم العالمي للمحيطات مناسبة لإبراز مختلف المبادرات والبرامج التي تنفذها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي تترأسها صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا حسناء منذ أكثر من 20 عاما لحماية السواحل والمحيطات، عمل دؤوب متواصل حظي بإشادة دولية وحدا بمنظمة الأمم المتحدة إلى تعيين صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء راعية لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة. This decade will generate global scientific solidarity. هذا العقد سيمكن من تضامن علمي دولي تحتاج إليه القارة الإفريقية بشكل كبير. إن مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة التي أترأسها فخورة ومتحمسة للانضمام إلى تحالف العقد لعلوم المحيطات، وستضطلع بكل جد بدورها ومسؤوليتها في هذا التحالف. على المستوى الشخصي تشرفت برعاية هذا التحالف وبالعمل بشكل مشترك مع أصحاب هذه المبادرة. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء انخرطت بقوة في التحسيس بدور المحيطات وأهميتها في حياة الإنسان، خاصة وأن المغرب يتوفر على واجهتين بحريتين متوسطية وأطلسية. مبادرات عديدة سهرت على تنفيذها المؤسسة كبرنامج شواطئ نظيفة الذي يشهد صيف هذه السنة نسخته 25، وحملة بحر بلا بلاستيك التي تهدف إلى توعية الناشئة بتأثير النفايات البلاستيكية على المحيطات وعلى التنوع البيولوجي. Morocco, under the leadership of His Majesty King Mohammed VI, may God be with him. We have run a clean beaches program since 2001. في المغرب أطلقنا برنامج شواطئ نظيفة منذ سنة 2001 برعاية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، واعتمدنا مشروع اللواء الأزرق، كما قمنا بتأهيل بحيرة مارتشيكا الواقعة على الساحل المتوسطي، وهي عبارة عن مجال بيئي متميز تضرر بفعل النفاية السائلة وأعيد إحياؤه الآن بحيث استعادت فيه تربية البحار نشاطها من جديد. كما يشكل البرنامجان اللذان أطلقناهما منذ سنوات جزء من برامج هذا العقد، أولهما جوائز الساحل المستدام التي استحدثت في سياق أحد برامجنا وهو برنامج الشواطئ النظيفة، وتهدف هذه الجوائز إلى تكريم ومكافأة المبادرات العملية في المغرب بما فيها تلك الهادفة إلى تثمين الشواطئ وتنمية الشعاب المرجانية الاصطناعية من أجل صغار الأسماك وإحداث محطات التطهير المتنقلة وإنجاز البحوث حول الطحالب. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تجعل من التوعية البيئية لفائدة الشباب والناشئة وسيلة لترسيخ التنمية المستدامة على الصعيدين الوطني والإقليمي أيضا من خلال تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة مع الدول الإفريقية الشقيقة وضمان مستقبل مستدام للثروات بالقارة الإفريقية. ونسلط مزيدا من الضوء حول فعالية أسبوع المحيط مع السيد سامي الإكليل مسؤول برامج قطب الساحل والمحيط بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. أهلا بك سامي. أهلا وسهلا أستاذة وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. إذن الاحتفال باليوم العالمي للمحيطات يكتسي أهمية كبيرة على المستوى العالمي، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تعطي هذه الوقفة العالمية أيضا اهتماما كبيرا، بالإضافة إلى ما تقوم به في إطار المحافظة على المحيط وأيضا على البيئة البحرية. أسبوع المحيط بعد يعني أيام من الأنشطة والفعاليات، ما الذي ميز أسبوع المحيط وأهم حصيلة هذا الأسبوع من العمل؟ شكرا أستاذة. أولا كنبغي نسترق السياق ديال هذا الأسبوع ديال المحيط اللي تلقاته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت الرئاسة الفعلية صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لالا حسناء، للاهتمام ديال المؤسسة اللي هو ماشي وليد اللحظة، حيث أنه انطلق انسلت 20 سنة هذه برنامج شواطئ نظيفة باش ينتقل للمجال الساحلي عن طريق جوائز لالا حسناء، الساحل المستدام، وفي المرحلة الثالثة المحيطات، وذلك بانخراط المؤسسة في عقد الأمم المتحدة
للمحيطات. وفي هذا الإطار هذا قامت المؤسسة بالمواءمة ديال الاستراتيجية ديالها بخصوص المحيطات مع الدينامية الدولية ديال الأمم المتحدة وكذلك مع السياق الوطني، لا سيما فيما يخص استراتيجية الاقتصاد الأزرق المغربي أو الرؤية الملكية لصاحب الجلالة فيما يخص جعل السواحل واحد الرافعة اقتصادية واحد مجال ديال اجتماعي. هذا الى كان يمكن لي نلخص هذا الاسبوع في ارقام. الاسبوع شمل زيارات ما يزيد عن 8 مناطق ساحليه، مشاركه اكثر من 700 تلميذ وتلميذه، ومشاركه اكثر من 40 شريك اقتصادي ومؤسسات. تطرق لواحد المقاربه اللي كتشمل تطرق لجميع الخدمات اللي كيوفرها الساحل اللي ما كتحتاجش اللي ما تكونش محصوره في الجانب البيئي او التغذيه عن طريق الترويه السمكيه، وانما مجموعه من المرافق كالموانئ وكذلك بعض المرافق اللي بتعلق بالاقتصاد الازرق. وفي هذا الاطار ستة ديال المحاور اللي تطرق لهم هذا الاسبوع هذا، انطلقنا بمحور البحث العلمي والتكنولوجي عن طريق زياره بعض الموانئ وبواخر البحث. المحور الثاني كان متعلق باعاده التدوير. المحور الثالث كان متعلق بالمنشات البحريه. الرابع تطرق للمجال الاقتصاد الازرق، والخامس كان سنعرض روبورتاج يعني يشمل مجموعه من الانشطه التي تم تنظيمها. اود ان اسالك، هذه المبادره اليوم هي جزء من الالتزام العالمي للمؤسسه بعقد المحيط من اجل التنميه المستدامه. المؤسسه تركز على الشباب، على الناشئه، على اليافعين لرفع تحدي الحفاظ على المحيطات وتقريب هذه الفئات من يعني اهميه التراث البحري، اهميه كل الانشطه البحرية، يعني كل ما هو مرتبط. ما أهمية هذا التوجه اليوم خاصة بالنظر للتحديات التي تواجه اليوم المحيطات ومحيطاتنا يعني على وجه الخصوص؟ نعم، ونحن نتحدث عن المغرب بطبيعة الحال كما صرتوا له في الروبورتاج ديالكم، الناشئة هي اللي غادي تحمل المشعل ديال المستقبل، ولهذا المؤسسة كترتكز على واحد المجموعة ديال البرامج الاستراتيجية ديالها اللي هما المدارس الإيكولوجية وكذلك الصحفيون الشباب من أجل البيئة، من أجل تكوين هاد الشباب وإعطائهم واحد النظرة شمولية على المحيط. وكذلك كنشير المقاربة ديال هذا الأسبوع المحيط اللي هي مقاربة ماشي مقاربة تحسيسية محضة، وإنما مقاربة كتعتمد على التعلم عن طريق التجربة. وفي هذا السياق أرسلت المؤسسة أن إشراك هاد الشباب في هاد المرافق وهاد الخدمات اللي تيقدمها المحيط غادي يعطيهم واحد التصور شمولي على الإيجابيات ديال الانخراط ديالهم في حماية المحيطات، لا من الجانب الاقتصادي، لا من الجانب الاجتماعي، وكذا الجانب البيئي. وما نساوش كذلك أن الأسبوع تطرق لواحد الجانب مهم اللي هو الاندماج الاجتماعي، حيث قامت المؤسسة بإشراك العديد من فعاليات المجتمع المدني من جمعيات وتعاونيات اللي تنشأوا انطلاقا من أنشطة ديالهم على مستوى الساحل، كتعاونيات الطحالب، تشمين الطحالب، تعاونيات تربية الأسماك، وتعاونيات تربية النحار. نعم، وشملت مجموعة من المدن الساحلية على مستوى المحيط الأطلسي. نعم، وأيضا على مستوى البحر الأبيض المتوسط. سنتابع جزء من هذه الأنشطة. إذن فعاليات أسبوع المحيط امتدت أنشطتها الغنية لتشمل 11 مدينة مغربية كما ذكرنا، عرفت خلالها فئات الشباب واليافعين والأطفال من التاريخ البحري المغربي والمآثر البحرية العريقة، وأيضا أطلعتهم عن الجهود التي يبذلها المغرب لحماية البيئة البحرية والقطاعات الرئيسية المرتبطة بالمحيط كالاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري أيضا وعلوم التكنولوجيا البحرية. أسبوع المحيط مبادرة تمثل جزءا من التزام المؤسسة بالإطار العالمي لعقد المحيطات من أجل التنمية المستدامة. كوثر أبو تير، المعتصم بالله البوعزاوي، وفردوس الحرش. المحيطات حليفة الإنسان في مواجهة التغيرات المناخية. 8 يونيو كل سنة يذكرنا بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية الممتدة على 70% من كوكبنا. تحفيز العمل من أجل محيطنا ومناخنا، والعلاقة الوطيدة التي تربط بين الحفاظ على الموائل البحرية في المحيطات وجهود مكافحة التغيرات المناخية. أمر دأبت عليه مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة تحت رعاية الفعالية لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا حسناء. غادي نبدا بالزيارات الميدانيه اللي كتطرق اللي بدات اعطيات الانطلاقه ديالهم يوم الاثنين، واللي كتطرق الى عده مواضيع متعلقه بالمحيط. متواجدون من اجل يعني اعطاء فكره عامه ومهمه على
يعني قيمة البحر خاصة في 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 ما يخص يعني الثروات اللي كيتكون منها. الحفاظ على المحيطات في ثقافتنا المغربية اتخذ أوجها مختلفة، على أبرزها المنارات التي تقف شامخة على طول البحر الأبيض المتوسط كما المحيط الأطلسي. كاين 43 ميناء و40 منارة، مني كيقربوا السفن كان كيضوي الضوء باش ان السفن ما يقربوش حدا الصخور وما يضربوش معاه. تخليدا لليوم العالمي للمحيطات وكذلك الذكرى 150 لمنارة كاب سبارتيل التي قمنا بالتعرف على معالمها التاريخية وهندستها المعمارية الأصيلة. استجابة لإيمان رئيستها صاحبة السمو الملكية الأميرة لالا حسناء بأن التوعية البيئية للأجيال القادمة هي أحد أقوى وسائل ترسيخ التنمية المستدامة، تعمل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة على برامج مخصصة لصغار السن واليافعين تستند إلى وسائل تربوية وبرامج للتربية من أجل التنمية المستدامة للشباب من جميع الأعمار. تعرفوا على الباطو وكيفاش كيخدموا فيه وكيفاش كيتصيدوا الحوت وكيفاش خاصة نحافظوا على الثروة السمكية اللي كيتميز بها البلد ديالنا المغرب. سمعت باللي كاين واحد النشاط هنايا وجيت، وانا اليوم جد مسرورة حيت غنشارك في هذا النشاط المهم اللي كيتحدث على اليوم العالمي للمحيطات. المحيطات عامل أساس في التقليل من الاحترار العالمي، تعتبر منتجا مهما لثنائي الأكسجين إذ تنتج 50% من الأكسجين الذي نستنشقه وتمتص 25% من ثنائي أكسيد الكربون. حمايتها والحفاظ عليها من أبرز الأولويات التي تؤكد عليها الأمم المتحدة عبر تبنيها لعدد من البرامج المهمة التي ينخرط فيها المغرب بشكل منتظم وفعال. والتراث المغمور تحت الماء تراث يحمل قيمة أثرية وتاريخية وبيئية كبيرة، ما يتطلب الحفاظ عليه والنهوض به وجعله رافعة حقيقية في خدمة الاستدامة وتطوير السياحة البيئية. ضمن أسبوع المحيط اقتربت الفئات المستهدفة من الفعالية من هذا التراث المغمور بكل من مدينة آسفي ومدينة الداخلة ضمن وقفة تربوية وتحسيسية حول تتمين والحفاظ على الساحل والموارد البحرية وأهمية العمل بشكل جماعي لصون هذا الإرث الغني والمتنوع المغمور تحت الماء من أجل الحفاظ عليه والنهوض به من خلال اكتشاف أعماق جديدة، كما يحمل الشعار المرفوع في هذه المبادرة الهادف إلى الفهم والتعاون والالتزام اتجاه المحيط وكل ما يعزز البيئة البحرية. إذن أعود إليك سي سامي الإكليل، التراث المغمور تحت الماء تراث مهم، ما أهمية تقريب الناشئة من هذا التراث؟ التراث المغمور المياه هو واحد الشق اللي تطرقت ليه جديد كترق ليه المؤسسة هذه السنة في إطار أسبوع المحيطات، اللي هو واحد الإرث تاريخي وثقافي لكل منطقة اللي تيحمل واحد مجموعة من ثقافات وتاريخ وقصص على هاد المواقع هادو. وفي هذا الإطار تم تسليط الضوء على بعض المواقع اللي لقاو فيهم بعض حطام بعض السفن الحربية اللي كتعود للحرب العالمية الأولى، وفي هذا الإطار وبتنسيق مع جمعيات محلية على مستوى مدينة الفنيطق تمكنت المؤسسة من اكتشاف حطام جديد للسفينة غالبا تعود التاريخ ديال الحرب العالمية الأولى أو الثانية، حيث أنها كتوفر على واحد المجموعة ديال المدافع داخلة بمدينة الفنيطق. الفنيطق الداخلة كاين سفينة القيصر كانت اكتشفت هذه كنظن واحد ثلاثة سنوات، هذا اللي هو اكتشاف جديد تم إشعار السلطات المحلية وكذلك الوزارة الوصية اللي كنشكروا من هذا المنبر وزارة الثقافة، وتم تسجيل يتم تسجيل هذا الموروج بتوازي مع تنظيم واحد اليوم تحسيسي للتعريف بالبيئة البحرية المغمورة اللي كتشرف عليها كذلك منظمة العالمية اليونسكو اللي حصل الشرف المغرب في سنة 2017 بترأس المنظمة التي أو المركز اللي في اليونسكو اللي كيشرف على تراث
التراث المهمور في العالم. نعم، بالنسبة للأبواب المفتوحة التي تم تنظيمها بالمركز الدولي الحسن الثاني لتكوين البيئي، ما قيمتها المضافة لهذه الفعالية باعتبارها توجت أسبوع من الأنشطة والفعاليات المبرمجة؟ كما أشرت سابقا، المغرب كيتوفر على ما يزيد عن 3500 كيلومتر من الساحل، وما يمكنناش كمؤسسة بوحدنا أننا نفتح المجال لجميع المتدخلين لتقديم المبادرات ديالهم. المركز على مستوى المركز الحسن الثاني الدولي للتكوين في البيئة اللي دشنته صاحبة السمو الملكي الأميرة للحسن سنة 2018، قمنا بهذه الأبواب المفتوحة لفتح الأبواب لواحد المجموعة من الشركات الناشئة، جمعيات تعاونيات، لتقديم المبادرات ديالهم فيما يخص إعادة تدوير النفايات البلاستيكية. وفي هذا الإطار كاين هذا الجانب التشاركي ديال المؤسسة اللي كتحاول تجمع فيها، تعمل مع مجموعة من الشركاء. نعم. والشق الثاني واللي مهم هو الشبكة اللي كتكون وسط هذا الأنشطة بحال هذه، حيث يمكن ربط بعد مجموعة من الشراكات ما بين شركاء اقتصاديين، جمعيات وكذلك تعاونيات تحت إشراف المؤسسة اللي كتعطيهم واحد المجموعة من التوجيهات، وهذا المضي الأمام بالمشاريع ديالهم والمواكبة ديالها في إطار مستطاع. في إطار الحفاظ على المحيطات والبيئة البحرية التي تستحق هذا الاهتمام، أشكرك جزيل الشكر السيد سامي الإكلي، المسؤول برامج قطب الساحل والمحيط بمؤسسة محمد السادس لحماية البيئة. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضاءات. أستاذ هدى، كنبغي نبلغ كذلك الشكر للقناة الأولى للمواكبة ديالها للتغطية لهذا الأسبوع المحيط التي ما فتئات في نشر وتوعية الشاهية الناشئة عن طريق هذه البرامج ديالكم. مرحبا بك، وأشكر مشاهدينا الكرام على حسن متابعة هذه الفقرة. ما أشكرك هدى، أشكر ضيفك الكريم، كنت معنا اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمحيطات. شكرا لك مريم. أيام قلائل تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حيث يعتمد اختيار الأضحية على عدة معايير. السردي من السلالات المفضلة لدى العديد من الأسر، خصوصا بإقليم سطات والمناطق المجاورة، فهي ركيزة أساسية للإنتاج الفلاحي بالمنطقة ومصدر موثوق للدخل بالنسبة للفلاحين. خصوصية هذه السلالة ومميزاتها عن باقي سلالات أغنام المغرب، في ريبورتاج أحمد العلوي وعبد العلي عياد. تعتبر سلالة السردي من أبرز السلالات التي اشتهرت بها منطقة بني مسكين، والتي أصبح الطلب عليها قائما وكبيرا في كل مناطق المملكة، وخصوصا قبيل عيد الأضحى. سلالة تسهر على تطويرها وتنميتها بالمنطقة المصالح الفلاحية والجمعيات المهنية. الجمعية الوطنية ديال مربي الأغنام والماعز ساهرة على هالشي ديال الكسيبة، باش يكون عندها واحد غادية كتعطي نتيجة للفلاح، وكيكون إقبال والتوفير بالنسبة ديال اللحوم في هالشي ديال الأضاحي ديال العيد. وهالسلالة ديال السردي راه تبارك الله عاد عليها واحد الإقبال كبير بزاف من جميع أنحاء المملكة. كيجيو كاين اللي ما كاع ما كيجيش، كيعيط في التليفون، كتصور وكتصيفط لي وكتتم العملية ديال البيع. الحمد لله كاين إقبال رغم الصعوبات. السنة كانوا صعوبات شوية ديال الجفاف، ولكن الحمد لله الدولة دخلت وعتقت الموقف. يعني كان هنا فضل السياسة ديال الرشيدة ديال سيدنا، الدولة دخلت لنا العلف. دابا الشعير الحمد لله موجود، كاين إمكانيات بنادم كيبيع شوية وكياخذ شوية الشعير، والحمد لله الأمور غادية مزيانة، والحمد لله الكساب راه غادي كيتطور شوية الحمد لله. تطوير هذه السلالة يخضع للمراقبة الصحية والتتبع المستمر لتحسين الإنتاج وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلك، خصوصا خلال فترة عيد الأضحى. الخروف من الشهر الأول كان التقني ديال الجمعية الوطنية كيتبع معنا من الشهر الأول، كل شهر كيجي يعبر ويداوي باش يوصل ان شاء الله نهار كيوصل ستة شهور كيتعزل اللي هو ركسبو ركسبو اللي كنخليو لعيد الأضحى كنخليوه. وللإشارة، فإن سلالة السردي تشكل أزيد من 60% من قطيع الأغنام المتواجد بجهة الدار البيضاء سطات، والذي يفوق مليوني رأس، أي ما يناهز 11% من قطيع الأغنام على الصعيد الوطني.
وارتباطا بالشأن الفلاحي وبالرغم من تبعات التغيرات المناخية، ساهمت تقنية الزرع المباشر بالإضافة إلى الأمطار التي شهدتها المنطقة الشمالية من المملكة في الحصول على مردودية جيدة خلال هذا الموسم الفلاحي. المواكبة والتأطير والدعم المقدم للفلاحين من بين العوامل التي ساهمت أيضا في تحسين الإنتاج. النموذج من إقليم وزان في روبورتاج فنة شاكر العلوي، عبد العلي قنوني وأسماء التازي. حل موسم الحصاد وها هم فلاحو إقليم وزان يشرعون في جني ثمار جهودهم خلال الموسم الفلاحي الحالي والذي يتميز بمردودية جيدة بفضل اعتماد تقنية الزرع المباشر واستفادة الفلاحين من الدعم والمواكبة والتأطير المستمر لضمان امتلاكهم الوسائل والمعلومات الكفيلة بإنجاح عملية الزرع والحفاظ على خصوبة التربة للحصول على مردودية عالية. المردود مزيان وإنتاجية مزيانة، وكذلك احنا كنستعملوا هنا الزرع المباشر اللي هو كيعاون الفلاحه واخا كيكون شويه ديال الجفاف، اللي تقريبا كيتزاد واحد 15 تن بين 10 تن 20 في الكتار ديال القنطار، وكذلك كتوفر علينا حتى بالنسبه للمصاريف، ما كنحرطوش الحر ديال الصيف والحرط باش نهرسوا مثلا حرطنا بالتوصيل، يعني تقريبا واحد 1000 درهم كتحيد لنا. وهاد السنه كان الاقبال الحمد لله ديال الفلاحه على هاد على النظام الزرع المباشر، كانوا بزاف ديال الشركاء، منهم مدير اقليميه الفلاحه، منهم الغرفه الفلاحيه، وكذلك شركاء الخواص اللي كان كاملين اتحدوا باش نجحوا هذه العمليه في الاقليم، والحمد لله كان استحسان ديال الفلاحه. موسم الحصاد يعد تتويجا لجهود الفلاح خلال الموسم الفلاحي عموما، وتقنية الزرع المباشر بإقليم وزان تساهم في ظل التغيرات المناخية في منح الفلاحين إمكانية تدبير عملية الزراعة بشكل أفضل، وهو ما تبرزه المردودية على أرض الواقع. المردودية فهي كتراوح بين 30 و 50، وكاين بعض المناطق اللي وصلنا فيهم حتى 55 قنطار في الهكتار. هذه المردودية هذه من بين العوامل اللي تسببات فيها، أهم عامل هو أنه الفلاحة انخرطوا في هذه التقنية هذه ومكناتهم باش يحققوا واحد المردودية اللي هي مهمة، خصوصا في ظل هذه التغيرات المناخية اللي كتعرفها مختلف مناطق العالم. بشكل عام موسم الحصاد بوزان يعد من بين الأنشطة الزراعية التي تستسم بالحيوية في حياة الفلاح، حيث تقطف ثمار المجهود في الأرض لتنتعش الآمال تجاه موسم مقبل أكثر إنتاجا بالاستفادة من تقييم موسم مضى والتخطيط الجيد للموسم القادم. دوليات النشر نبدأها من قطاع غزة، حيث تواصل إسرائيل هجماتها برا وجوا وبحرا، ولائحة القتل الفلسطينيين في ارتفاع متزايد. اليوم تمكن الجيش الإسرائيلي من استعادة 4 رهائن إسرائيليين خلال عملية خلفت مقتل أزيد من 200 فلسطيني. حافظ الهواري. قتل اليوم ما لا يقل عن 110 فلسطينيين وجرح أزيد من 400 آخرين في هجمات إسرائيلية على مخيم نصيرات في وسط قطاع غزة. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من الإفراج عن 4 رهائن في نصيرات في عملية قال إنها تمت تحت إطلاق النار. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد اليوم في باريس أن الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل العمل حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين في القطاع، مضيفا أن مساعيه لن تتوقف حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم. ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإطلاق سراح الرهائن 4 معربا عن دعمه للاتفاق الشامل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بعد 9 أشهر من القتال في غزة. وفي لندن تظاهر آلاف الأشخاص للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، ويأتي هذا أسابيع قليلة قبيل الانتخابات التشريعية المقررة الشهر القادم في بريطانيا. 210 من الشهداء لتحرير 4 رهائن إسرائيليين بمخيم نصيرات وسط قطاع غزة. الصورة بعد هذه المجزرة من عين المكان مع صبحي أبو زيد. هذه العائلة إحدى ضحايا جريمة اليوم بمخيم النصيرات وسط القطاع، حيث كانت تتسوق لسد رمق جوعها، فكانت صواريخ طائرات الاحتلال سباقة لتذهب روحها إلى عنان السماء، شهيدة وصائمة. استشهد جوزي وابني الكبير وبنتي الكبيرة وهي نجود حبيبة قلبي،
آه قلبي موجوع. رايحين نتسوق أختي صايمة هذه، قالت روح يا أخو روح يا أخو فوتني وأنا يا أخو بلحقك. إلا الغيمة جت عليها لعقت في أخوتها، الله يسهل عليها ما ضلش لنا وين مو صايمة، الله يسهل عليها يا أختي. أكثر من 200 شهيد والجرحى تجاوز 400 جريح، جلهم من النساء والأطفال، هي الحصيلة الأولية لهذه الجريمة الإسرائيلية التي استهدفت هذا المكان المكتظ بالمواطنين في سوق شعبي. هذه العملية العسكرية التي أعلنت عنها إسرائيل بعد نجاح الأخيرة بتحرير 4 أسرى كانت بأيدي المقاومة الفلسطينية في وسط قطاع غزة. إحنا عم خايفين مش عارفين وين نروح، روحنا أي مكان على الفاضي ودايما بطب الخبط، هي بدنا هدنة. والله ولا شيء، زي أي يوم طبيعي، الأسواق شغالة والناس شغالة وعادي يوم طبيعي، وعلى أساس أنها منطقة آمنة زيها زي أي منطقة، يعني هم رفع قالوا منطقة آمنة ودخلوها، ضل شلة دير وانصارات كمان لاحقين الناس، سنوين الناس يروحوا يا عمي. جريمة تلو الجريمة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، خاصة بعد دخول العدوان الإسرائيلي شهره 9 على التوالي، ما يتطلب تدخل دولي عاجل لوقف هذه الإبادة الجماعية المستمرة على الشعب الفلسطيني. للقناة الأولى صبحي أبو زيد فلسطين. وفي جديد الأزمة الروسية الأوكرانية، أسفر قصف وغارة جوية عن مقتل شخصين في جنوب وشمال شرق أوكرانيا هذا اليوم حسب ما أفادت السلطات المحلية، ويحدث ذلك في وقت يحرز الجيش الروسي تقدما في منطقة خاركيف شمال شرق البلاد ويسيطر على العديد من البلدات والقرى. وفي الانتخابات الأوروبية، أصبحت إيطاليا اليوم أول دولة كبرى تصوت ضمن الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي في اقتراع يشكل اختبارا لمدى قوة موقع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني في الداخل وتأثيرها في المستقبل داخل التكتل. في المجر تظهر 10,000 الأشخاص دعما لزعيم المعارضة بيتر ماجيار، وتظهر 10,000 آخرين في ألبانيا تنديدا باليمين المتطرف ودفاعا عن الديمقراطية في صناديق الاقتراع. الصناعة التقليدية المغربية تحظى بالمزيد من التقدير والاهتمام على الصعيد الدولي، خصوصا بفرنسا الولايات المتحدة الأمريكية. وأكثر المنتجات التقليدية إقبالا في دول العالم الفخار والزربية المغربية والمجوهرات وأيضا الزليج. معطيات وردت في أول تقرير سنوي لتحليل السمعة الإلكترونية للسلع التقليدية المغربية صدر عن دار الصانع، واعتمد بشكل كبير على منصات التجارة الإلكترونية، نموذج للمقاولات التي تعمل على ترويج المنتجات التقليدية إلكترونيا. في ربورتاج لطيفة بن حليمة محمد حسن سكور من مراكش. مريم الرمالي مقاولة شابة بمراكش اختارت الصناعة الجلدية مجالا لإبراز موهبتها وأسست مقاولتها الخاصة قبل سنة. بدأت نشاطها بصناعة حقائب أجهزة الكمبيوتر، ووسعت فيما بعد لصناعة منتجات جلدية أخرى باستخدام مواد أولية محلية قصد الاستجابة لطلبات زبنائها في سوق موضة يتغير باستمرار. كنا مركزين اكثر على الحقائب للحاسوب وحقائب اللي هي نسائيه ورجاليه، ومن بعد لقينا بلي كاين اقبال على هذا المنتوج ديالنا، داكشي علاش ولينا كنخدموا في لاتولي ديالنا الحقائب ديال السفر، وكنخدموا مع ليفينمونسييل، ومع كاين لقينا اقبال بزاف على الناس كيبغيو يعطيو منتوجات مغربيه اللي هي ذو قيمه عاليه. الجلد واحد المنتوج اللي زوين بزاف، تنقدروا نصنعوا منه السيكان، تنقدروا نصنعوا منه صماتي، تنقدروا نصنعوا منه بزاف المنتوجات اللي تنجيبوا للجلد ديالنا، تنحاولوا نتراسيو، تنحاولوا نخرجوا منه مثلا صماتي، تنخرجوا منه سيكان، تنخرجوا منه بزاف ديال المنتوجات اللي زوينه، واللي انك ملي تخرج تشوف شي منتوج تيكون مثلا مصنوع من البلاستيك او مصنوع من شي خامه اخرى، يعني اذا كان مصنوع من الجلد تيكون افضل.
مريم الرمالي حاصلة على شهادة الماستر في التسيير والتدبير الاستراتيجي، اكتسبت تجربة في مجال الإعلانات وصناعة المحتوى للعديد من العلامات الوطنية والدولية، ووعيا منها بأهمية وقوة التسويق الإلكتروني في جلب زبناء أكبر لجأت إلى التجارة الإلكترونية لتسويق مصنوعاتها. استخدمنا التجارة الإلكترونية في التسويق ديال المنتوجات ديالنا اللي عاونتنا بزاف أكثر من الأوفلاين، حيث نورمالمون واخا كاين عندنا الأوفلاين كيخص نكون عندنا حضور في المتاجر الإلكترونية، وهذا الشيء استقطبنا به بزاف ديال الزبائن من جميع أنحاء العالم. تسويق المنتوجات التقليدية عبر التجارة الإلكترونية يساهم في إشعاع أكثر للمنتوج التقليدي المغربي وفي تزايد التقدير والاهتمام بهذا القطاع وبعلامة صنع بالمغرب، وهو ما أشار إليه أول تقرير سنوي لدار الصانع حول السمعة الإلكترونية لصناعة التقليدية، تقرير تضمن تقديرات إيجابية للمنتوجات من حيث جودتها وتصميمها وشروط تسليمها، وتمثلت المنتجات الأكثر مبيعاً عبر الإنترنت في الزربية والملابس التقليدية والنحاسيات. ويؤكد تقرير على الجودة المميزة للصناعة التقليدية على الساحة الدولية وعلى أهمية القطاع في الاقتصاد والثقافة المغربيين. من مراكش إلى الدار البيضاء، حيث نظمت مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة جمعها العام السنوي، خلاله تم استعراض حصيلة المؤسسة وأفاقها المستقبلية، كما تم بالمناسبة التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات في مجالات التكوين والبحث والابتكار. بوشيب عماري وسوفيان إبراهيمي. أشغال الجمع العام السنوي لمؤسسة البحث التنمية والابتكار في العلوم والهندسة قدمت عرضاً حول الحصيلة الإجمالية للمؤسسة التي تتماشى والمسار التنموي لبلادنا في شتى المجالات والتوجهات التي تشكل خارطة الطريق للمشاريع التنموية. بعد 8 سنوات من إنشاء مؤسسة البحث التنمية والابتكار في العلوم والهندسة، فالمجلس الإداري يعطي المقياس الصحيح لهذا النهج والتجسيد الذي يعطيه لشباب المغرب الذين يحبون وطنهم ويستثمرون من أجله ويبدعون. وهذه السنة كذلك عرف يعني انطلاق مدرسة المهندسين والتقنيين سوبتك سونتي بالمحمدية، وعرفت عدد وكذلك صور عدد كبير من ولوج الطلبة المتميزين على الصعيد الوطني، وهذا شيء مهم في الميدان الطبي والهندسة الطبية وتقنية الطبي. بالموازاة مع هذا الاجتماع وقعت اتفاقيات شراكة هامت عددا من المجالات الحيوية، اتفاقيات تعكس أهمية الرأسمال البشري كرافعة للتنمية في بعدها الشمولي. الهدف منها هو تكوين الشباب في مجال الرقمنة، هذا الشيء داخل في الأهداف في المشاريع التي تشتغل عليها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في تكوين الشباب في مجال الرقمنة في مختلف جهات المملكة. وهذه الشراكة هي ثمرة عمل جاد إن شاء الله اللي غيبدأ بمركز الدراسات إن شاء الله اللي غيكون في المجال ديال تصفية الكلى. الجمع العام كان مناسبة أيضا لتكريم عدد من شركاء المؤسسة والفعاليات والشخصيات العلمية، وكذا تقديم جوائز برنامج مغرب الابتكار. نظمت جامعة الأخوين بإفران حفلة توزيع الشواهد على خريجي الفوج 25، وتتميز هذه الدفعة المكونة من 548 طالبا وطالبة تكوين في تخصصات مبتكرة في عالم يشهد تحولات دائمة خاصة في المجال التكنولوجي، لتواصل بذلك جامعة الأخوين طريق التميز كما هو مخطط له وفق استراتيجيتها 2020-2025. المتابعة لعماد أمسمير وحمد الفضيلي. الحفل السنوي لتخرج الطلبة بجامعة الأخوين 25 تميز بحضور واز لشخصيات من عالم السياسة والاقتصاد والإعلام. دفعة هذه السنة ضمت 548 متخرجا من 14 جنسية مختلفة، ضمت 57% من العنصر النسوي.
هذا النهار جا مر ربع سنين اللي كنا خدمنا كاملين، ربع سنين اللي كنبان فيها المجهودات ديال والدينا، المجهودات ديالنا حتى حنايا، والمجهودات الاساتذه ديالنا والمؤسسه كامله. انا اليوم فرحان بزاف كحاضر لحفله تخرج الجامعه الاخوين في نسختها 25. صراحه الشعور ديالي هو شعور فرحه كبير لانني حاضر مع الاصدقاء ديالي اللي دوزوا معايا هاد الاربع سنين هذه كامله. انا جد سعيد وفرحان بزاف بهذا التخرج اليوم بعد مسار طويل في جامعة الأخوين. سعيد بوالدي بالزملاء ديولي بالأساتذة ديولي. الخطة الاستراتيجية لجامعة الأخوين 2020-2025 تهدف إلى تعزيز دور الجامعة في إفريقيا والشرق الأوسط وتزويد المملكة بالمهنيين الشباب المدربين وفق أفضل المعايير الدولية. ويتميز نموذج جامعة الأخوين بكونه يعتمد على نظام التعليم الأمريكي المرتكز على نظام التعليم الفنون الحرة. لدينا هذه السنة 548 متخرجا في تخصصات مختلفة. كما تعلمون فالهدف الأول بالنسبة لنا هو تقوية جامعة الأخوين وفق النموذج الأمريكي المعتمد على نظام تعليم الفنون الحرة الذي تلقنه هيئة الاعتماد الأمريكية نيتشي. وتعتمد جامعة الأخوين بشكل كبير على التقنيات الجديدة والمبتكرة لتقدم لطلابها تجربة رائدة وفق نموذج تعليمي يلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم ويضمن نجاحهم في سوق الشغل. في شأن الحزبي التأم اليوم بالرباط أعضاء اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية في دورتها الرابعة مناسبة لمناقشة تطورات الساحة الوطنية مع تقييم الحصيلة المرحلية للحكومة. رشيد كن ومحمد أمين عموري. الدورة الرابعة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية محطة سياسية وتنظيمية بامتياز، فيها قدم الأمين العام تقريرا سياسيا استعرض من خلاله مختلف المبادرات التي اتخذها الحزب بخصوص تقييمه للأوضاع السياسية والاقتصادية للساحة الوطنية، وعلى رأسها المكاسب التي حققتها قضية السيادة الوطنية لوحدتنا الترابية، وأيضا تقييم الحصيلة المرحلية للحكومة ما لها وما عليها اقتصاديا اجتماعيا وتنمويا. نريد أن نحشد العزائم الحزبية الداخلية لنقوي أكثر قدرة الحزب على أن يواجه هذه السياسة وأن يؤثر عليها في اتجاه أكثر ديمقراطية وأكثر تقدما على المستوى الاقتصادي وأكثر عدالة على المستوى الاجتماعي والمجالي. ونريد كذلك أن نركز أكثر دور الحزب في تجميع قوى المعارضة. دورة اللجنة المركزية تم التأكيد فيها على عزم حزب التقدم والاشتراكية سلك كل الأساليب الديمقراطية المشروعة من موقع المعارضة للقيام بواجبه النضال المؤطر بالدستور إدكاء للنقاش العمومي الصحي حول السياسات العمومية، وعلى رأسها سعي الفريق النيابي للحزب نحو تحريك مختلف واجهات الرقابة البرلمانية وخاصة الدعوة إلى تقييم حصيلة القطاعات الحكومية المختلفة على مستوى اللجان الدائمة لمجلس النواب. بعيدا عن الشأن الحزبي أسدل الستار مساء أمس على فعاليات الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، وذلك بتتويج فيلم متى يحل عهد إفريقيا لدافيد بيير فيلا من الكونغو برازافيل بالجائزة الكبرى للداخلة ضمن المسابقة الرسمية للفيلم الطويل. وللمزيد حول فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بالداخلة نتابع تصريح رئيس المهرجان السيد زين العابدين شرف الدين. اليوم حفل الاختتام ديال الدورة 12 للمهرجان الدولي للفيلم بالداخلة، انتهت الفعاليات الورشات الندوات والأفلام، كان حضور جماهيري مهم جدا. المهرجان ولا موعد سنوي ينتظره سكان مدينة الداخلة من أجل احتفال بالسينما وصناع السينما، وأيضا ينتظره فاعلين السينمائيين سواء كانوا وطنيين أو لم إفريقيا والشرق الأوسط للحضور وللقاء ولمشاهدة أفلام جديدة. كنتمنى أن الدورة تكون راقت للمتابعين والمشاهدين والسكان لمدينة الداخلة.
تحتضن سينما صحراء بأكادير لغاية 12 من هذا الشهر فعاليات الدورة 15 للمهرجان الدولي للشريط الوثائقي. دورة هذه السنة تعرف مشاركة 20 شريطا وثائقيا ستتبارى ضمن الجائزة الرسمية للمهرجان. جزء كبير من العروض الافتتاحية لهذا المهرجان تم تخصيصها لكرة القدم النسوية. حجاب التامك وعبد الغني الطراوي. طريق السينما كرة، برنامج عروض متنقلة لكرة القدم النسوية تم تصويره بمختلف جهات المملكة. برنامج كان أولى العروض لحفل افتتاح المهرجان الدولي للشريط الوثائقي في دورته 15 بأكادير. هذا العام غنفتحوا شوية على الفيلم العلمي، الفيلم سيانتيفيك، ونهار 12 غادي تكون واحد اليوم في نعرضوا فيه أفلام علمية مع الباحثين المغاربة اللي غادي يكونوا معنا باش يشرحوا لنا النوعية ديال هاد الأفلام. بالنسبة لي من أهم المهرجانات، أهم مهرجان للفيلم الوثائقي بالمغرب وربما في المنطقة، أهميته تنبع من كونه يدعم الطاقات الشابة الواعدة في السينما الوثائقية. كما اختار المهرجان أن يبرمج شريطا وثائقيا ضمن العروض الافتتاحية يسلط الضوء على التطورات المتسارعة التي تشهدها الكرة النسوية في القارة الإفريقية، لمخرجته ليلة يام من إفريقيا الوسطى. أنجزت هذا الشريط لإبراز الصعوبات التي تواجهها كرة القدم النسوية بإفريقيا الوسطى. هناك العديد من الفتيات اللواتي يحلمن باحتراف كرة القدم، لكن غالبا ما يواجهن رفض الأسرة التي تطالبهن بإعطاء الأولوية لاستكمال التعليم. كنشاركوا هنا باش نتلاقاو مع الناس ديال الدومين، مع مخرج دي برودكت كان لي ميتي ديال السينما، وباش ندافعوا على الفيلم ديالنا وعلى الافكار ديالنا ونكريو ان ريزو ونتعاونوا مع بعضياتنا. المهرجان تميز أيضا بتكريم مخرجين ومنتجين دوليين قدموا الكثير في مسارهم في مجال صناعة الأشرطة الوثائقية. كما سيعرف المهرجان إلى غاية 12 من هذا الشهر برمجة غنية لعشرين شريطا وثائقيا من 24 دولة للمشاركة ضمن الجائزة الرسمية لهذه الدورة. في الرياضة، فاز الدراج المغربي أنور رحمو بالمرحلة التاسعة ما قبل الأخيرة من طواف المغرب للدراجات هذا اليوم، والتي ربطت بين مدينتي مكناس والرباط، فيما انتزع الفرنسي أكسيل ناربوني زوكاريلي الخميس الأصفر من الإريتري ناتنايل برهان. عبد الإله حيدر، صلاح البدري ونبيل أيت بوشبير. توج البطل المغربي أنور رحمو المحترف بفريق الروماني بالمرحلة التاسعة من النسخة 33 من طواف المغرب للدراجات، مرحلة ربطت مدينة مكناس بعاصمة المملكة مدينة الرباط على مسافة 134 كيلومتر. أنور رحمو قطع مسافة المرحلة في 3 ساعات و15 دقيقة وأربعة أجزاء من المئة، متبوعا بالبطل المغربي الوعيد إبراهيم الصباحي الذي نال وصفة المرحلة. كان سباق صعب اليوم بوجود الرياح والفرقي تبارك الله النيفو طالع، كانوا حيت تقول حاكمين الكورس، ولكن الحمد لله قدرت نسلف مرتفع الأخير أنا و 8 دراجين، ومشينا وتعاوننا مشينا لاريفي، ولكن وقع لي عطا في الدراجة في 40 كيلومتر، ولكن الحمد لله تمكنت بالفوز برضات الوالدين والتشجيع ديال المغاربة، وكان هذا هو الفوز لجلالة الملك الله ينصره. المرحلة التاسعة من طواف المغرب للدراجات تميزت بخصائص جغرافية عدة أبرزها الصعود والمنافسة القوية التي فرضت على الإريتري ناتانيال برهان فقدان قميصه الأصفر لصالح الفرنسي أكسيل ناربون. أشعر بالفخر لأن المجهودات التي بذلت من طرف الفريق توجت من خلال المراحل الأولى، والآن يجب التركيز على الحفاظ بالمرتبة الأولى في مرحلة الغد بالدار البيضاء.
أسدلت المحطة التاسعة من طوافي المغرب للدرجات ستارها بتتويج وتوشيح أبطال المرحلة بأقمصتهم على بوديوم عاصمة المملكة مدينة الرباط، على أن تربط المرحلة الاختتامية للنسخة 33 من طوافي المغرب للدرجات مدينة الرباط بمنطقة بوسكورة. في كرة القدم، وبعد تألق هذا الموسم رفقة فريقه الفرنسي باريس سان جيرمان، ارتفعت القيمة التسويقية للاعب المغربي أشرف حكيمي، حيث أصبح يتصدر قائمة اللاعبين العرب بقيمة مالية تبلغ 60 مليون يورو، متقدما على المصري محمد صلاح الذي تراجعت قيمته التسويقية إلى 55 مليون يورو. فيما يوجد في الصف الثالث المغربي أيضا إبراهيم دياز، وفي المركز الرابع المغربي أيضا نايف أجرت. خالد الرغوت والتفاصيل. اعتلى الأسد المغربي أشرف حكيمي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة اللاعبين العرب الأعلى قيمة تسويقية حسب موقع ترانسفير ماركت، حيث بلغت قيمته المالية 60 مليون يورو، متقدما بذلك على اللاعب المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، هذا الأخير الذي تراجعت قيمته التسويقية إلى 55 مليون يورو. وجاء ارتفاع القيمة المالية لأشرف حكيمي بعد تألقه رفقة فريقه الفرنسي، حيث توج معه بثنائية الدوري وكأس، هذا بالإضافة إلى المستوى الذي دار به رفقة الفريق الباريزي في دوري أبطال أوروبا. وشارك أشرف حكيمي هذا الموسم رفقة فريقه في 40 مباراة، سجل 5 أهداف وساهم في صنع 7 أهداف. وكشفت مصادر صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني قد استأنف مساعيه لضم الدول المغربي بهدف التعاقد معه رسميا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وجاء في الصف الثالث الدول المغربي إبراهيم دياز لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بقيمة تسويقية بلغت 40 مليون يورو. فيما يحتل الدول المغربي نايف أكرد مدافع فريق وسام الإنجليزي الرتبة الرابعة عربيا بقيمة تسويقية تبلغ 35 مليون يورو. لاعبان مغربيان آخران يتواجدان في لائحة الأعلى قيمة تسويقية عربيا، الأمر يتعلق بكل من لاعب فريق جينك البلجيكي الدولي بلال خنوس ومهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني أمين عدلي بقيمة تبلغ 30 مليون يورو. على مستوى التصنيف العالمي يتواجد في الصدارة 4 نجوم، الأمر يتعلق بالدول الإنجليزي ومهاجم فريق ريال مدريد الإسباني اللاعب جود بيلينغهام، واللاعب النرويجي إيريك هالاند مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بالإضافة إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، والدولي الفرنسي كيليان بابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي. وفي كرة السلة، بقاعة بن ياسين أسدل الستار قبل قليل على نهائيات كأس العرش لكرة السلة بتتويج فريقي مجد طنجة سيدات والجمعية السلوية صنف رجال. تفاصيل أكثر مع قائمة بلوشي. قاعة بن ياسين بالرباط تحتفل باحتضانها نهائيات كأس العرش في كرة السلة، تعود إلى الواجهة التنظيمية بعد أن خضعت لإصلاحات عديدة، وهي التي تحمل حمولة تاريخية باستقبالها لسنوات طويلة لأكبر تظاهرات رياضية وطنيا ودوليا. عاد الدفء الجماهيري إلى المدرجات ومتعة متابعة مباريات كرة السلة في نهاية مثيرة بين فريقي المغرب الفاسي والجمعية السلوية، معا يعتبران من أبرز الأندية الوطنية. فريق جمعية السلة فاز بكأس العرش 11 مرة، فيما توج فريق المغرب الفاسي 7 مرات بطل منافسات كأس العرش. الربع الأول من المباراة انتهى بفوز فريق المغرب الفاسي ب 24 مقابل 23. في الربع الثاني ويليام تايلور وخليد بورغيني، هذا الثنائي صنع التميز لفائدة فريق الجمعية السلوية التي ظهرت أكثر انسجاما وأيضا تحكما في مجريات هذه المباراة. أنهت الربع الثاني لفائدتها ب40 مقابل 34، ووصل تقدمه في الربع الثالث بتسجيل 55 نقطة مقابل 44. في الربع الرابع والأخير، فريق الجمعية السلوية الذي يتمتع بتجربة كبيرة كان أكثر حماسا واندفاعا، وتمكن من الفوز بالمباراة بحيث 70 مقابل 53، والتي انتهت في أجواء ميزتها الروح الرياضية العالية.
على مستوى السيدات نهاية قوية بين حامل لقب الدورة السابقة فريق مجد طنجة وفريق الكوكب المراكشي الذي انتزع اللقب في الدورتين السابقتين في 2021 و2022. الغلبة في النهاية عادت لفريق مجد طنجة الذي فاز بحصة 61 مقابل 54 ليعانق للمرة الثانية على التوالي اللقب على مستوى منافسات كأس العرج. كم كان الاختتام جميلا وفريق مجد طنجة سيدات والجمعية سلوية رجال يتسلمان كأس العرش أغلى وأسمى مسابقة وطنية في أجواء احتفالية مميزة بقاعة بن ياسين بالرباط. ونختم بهذا الخبر الرياضي في الرياضة الدولية، حيث أحرزت اللاعبة البولندية إيفا شفيونتيك حاملة اللقب والمصنفة أولى عالميا لقب بطولة فرنسا المفتوحة ثاني البطولات الأربعة الكبرى في كرة المضرب عقب فوزها اليوم على الإيطالية جاسمين باوليني المصنفة 15 عالميا بنتيجة 6-2 6-1 في مباراة نهائية. ويعد هذا اللقب الثالث على التوالي للاعبة البولندية والرابع لها في آخر 5 سنين. الرياضة مشاهدين آخر أوراق هذه النشرة تذكير بأبرز العناوين. مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة 20 عاما من العمل المتواصل لحماية السواحل والمحيطات بالمغرب، وبمناسبة اليوم العالمي للمحيطات تعبئة وطنية على مدى أسبوع لتربية الناشئ على حماية البيئة البحرية والمساهمة في استدامة النظم البيئية والإيكولوجية. أياما قليلة على عيد الأضحى المبارك حركية في أسواق بيع الأضاحي خلال عطلة نهاية الأسبوع، وسلالة السرد من السلالات التي يزداد الإقبال عليها لخصوصيتها المتعددة. السمعة الإلكترونية للصناعة التقليدية المغربية تتكرس يوما بعد يوم في الأسواق العالمية. عدسة الأولى من مراكش قربتنا من تجارب عملية لتطوير جاذبية وسمعة منتجات الصناعة التقليدية في الأسواق الإلكترونية العالمية. تتويج مغربي جديد في المرحلة ما قبل الأخيرة لطواف المغرب للدراجات 2024، الرابطة بين مكناس والرباط من توقيع الدراج أنور رحمو، والفرنسي زوكاريلي ينتزع القميص الأصفر، والمرحلة العاشرة الأخيرة تربط غدا الأحد مدينتي الرباط والدار البيضاء. تقام النشر، يشكر بقاءكم معنا، إلى الغد بإذن الله.